يجب أن نبني شيئاً نحتمي فيه. فلنربط المظلة بالدراجة. أحسنتم يا شباب، هذا سيحمينا من العاصفة لمدة. وشكراً لأنكم خطرتم بحياتكم لكي تساعدونا. بصراحة هذه ليست مساعدة، لأننا جميعاً سنحتاج إلى المساعدة الآن. يجب أن أجد طريقة لأصلح فيها الهاتف وأتصل بنانو لكي يحدد موقعنا تماماً. يجب أن أتجاوز نظام التشغيل وأعيد ضبط برنامج القمر الصناعي وأعزز خاصية تحديد المواقع. ما زال لا يعمل. أهلاً وسهلاً بك. الحمد لله، أرسلت رسالة استغاثة. أتمنى أن يروها ويرسل من يساعدنا. سننتظر كثيراً قبل أن يأتي أحد ليساعدنا. سمعت شيئاً، أظن أنهم وصلوا. لم أسمع شيئاً، ربما دخل رمل في أذنيك. أو عبيد، ربما دخل رمل في رأسك. كما ترى لا يوجد أحد حولنا على بعد أميال وأميال وأميال. سالم! سالم، هل هذا أنت؟ ومن هذا؟ هذا ابن خالتي تركي. أترى؟ قلت إن ما من أحد حولنا لأميال وأميال، لكن ظهر لنا تركي. كيف وجدتنا يا تركي؟ التقطت إشارة الاستغاثة على هاتفي. وكيف وصلت إلى هنا في هذه العاصفة؟ أخاف من المرتفعات. لقد عادوا، رائع. أمي، أبي، تعالوا بسرعة. أنا سعيد لأنكم عدتم سالمين. إذن ماذا ستفعلون اليوم؟ البحر؟ هناك رمل كثير. إلى أين ستذهبون؟ إلى المتنزه المائي. سيكون أروع يوم في حياتنا. يجب أن نذهب للعب في أكبر وأطول وأكثر لعبة مخيفة ومرعبة في المتنزه المائي. هاي، فلنركب زحلوقة كبيرة ومرتفعة ومخيفة مثل هذه. هيا تعالوا فلنستمتع يا شباب. رائع، يا سلام، يا لهذا الجو الرائع. بصراحة هذه اللعبة مذهلة. يا سلام. فلنلعب مرة ثانية. هيا هيا. ما كان هذا؟ لم تكن تلك اللعبة التي تخيلتها. ما هذا؟ بصراحة كانت ممتعة وسريعة للغاية. سالم، انظر، حتى الأطفال سبقونا. أجل، نريد ركوب لعبة مخيفة. أجل، لعبة مخيفة للغاية. إذن لحظة، سأبحث عن لعبة أخرى. دعونا نجرب مسبح الأمواج. هيا اتبعوني من هنا. يا سلام، هذا مذهل. أوف، ما هذا الشيء؟ خطير.
سالم، ما هذه السخافة؟ يا شباب، انظروا انظروا هنا، يوجد مثلجات مجانية. مثلجات؟ أين؟ أين المثلجات؟ قل لي. لكن مستحيل، مستحيل أن أركب هذه اللعبة. لا، أنا لن أفعل هذا أبداً. أين ذهب عبيد؟ ربما نزل هذه السلالم. إذن بقينا نحن الثلاثة فقط. ليتني ذهبت معه. بالتأكيد هو يتناول المثلجات ويستمتع في وقته. أم نائم في النهر البطيء؟ من سيبدأ أولاً؟ سالم؟ ها؟ هل تريد أن تبدأ أولاً؟ ها؟ أنا؟ إذن أنت ستبدأ أولاً؟ هيا أبدأ. لا يا سالم، ليس عليك فعل هذا. لا، أنا أريد ذلك. أفسح الطريق. إن كنت لا تريد ذلك فسنذهب من هنا معا. شكرا يا صديقي. في الحقيقة أشعر بأنني أستطيع ذلك ولم أعد خائفا. أحسنت يا سالم. لكن أنت متأكد؟ حسنا، اسمع، نحن سنلعب أولا لكي ترى كم هي سهلة. سنراك بعد قليل يا سالم. شكراً لكم. أخيراً، أخيراً وصلت إليك. أنت واقف هنا منذ وقت طويل؟ أنا أنتظر دوري، سأذهب الآن. لا تفعل يا سالم، دخلت في اللعبة بالخطأ وكان ذلك رائعا. جيد أنها أعجبتكم. هيا لنلعب مرة ثانية. هيا لنلعب مرة ثانية. سيكون ذلك رائعا. لا لا، أنا لن ألعب مرة ثانية. هيا يا عبيد. هيا سنتسلى. لا لا، شكرا لكم، من الأفضل أن ألعب في مسبح الأطفال الصغار. مصر
عبيد؟ أنا أنهيت أيضاً. ماذا عنك يا منصور؟ لا، ليس بعد. جيد، أخبرنا، ماذا تنوي أن تفعل؟ أريد أن أطور شريحة نانو الرقمية. سيكون بمستوى ذكاء أعلى، وسيكون مظهره أجمل، وسيستطيع الطيران. ماذا؟ رهيب، عجيب. ماذا تشعر يا نانو؟ سعيد جداً، سعيد. جهاز آلي يطير. نانو، أنت أفضل اختراع في الوجود. أسرع يا منصور، أسرع. أنهيت، علي أن أنهي أمرين بعد، وستصبح الشريحة جاهزة للتركيب. الأمر الأول، أطفئ نانو. نراك بعد قليل يا نانو، مع السلامة. والأمر الثاني، أشرب العصير. عبيد، أتريد العصير؟ لا شكراً، لدي عصير في حقيبتي. عبيد، لا تلمس شيئاً حتى أعود. لا لا، لا تخف، لن ألمس شيئاً. عبيد، لم تلمس شيئاً صحيح؟ لا طبعاً. هل كل شيء بخير؟ حان الآن وقت نانو النسخة المطورة. نانو النسخة المطورة، يلبي نداء الواجب. أهلا يا نانو، ماذا تشعر الآن؟ أشعر بأنني بخير. تم تشغيل الشريحة المطورة. ما هذا؟ لماذا تغير صوته؟ ولماذا أصبحت عيناه هكذا؟ أنا أستطيع الطيران، لكن هل هذه تستطيع الطيران؟ لا. هاي أنت. لا أعرف لماذا يتصرف بهذه الطريقة. ربما دخل فيه نوع من الفيروسات، يجب أن أطفئه. لا أحد يستطيع أن يطفئني. أعد لي كتابي. هل تستطيع الكتب المدرسية أن تطير؟ لا، إياك أن تفعل، إياك أن ترمي ذلك الكتاب. ماذا تفعلون هنا؟ اخرجوا، ألا ترون أنني أعمل؟ أهلا، تريدون اللعب؟ لا. انزلني يا نانو أرجوك. حسناً. واو، هاي فروضي المدرسية، يجب أن نوقف. انتهى أمرنا.
أهلاً يا شباب. أهلاً أهلاً أمي. أهلاً. سأترك الكيك هنا كي تأكلوه لاحقاً. لا نريد الكيك. لا يا نانو، لا أرجوك لا. عبيد، كان يجب أن تستأذن قبل أن تأكل الكيك. إنه نانو. لا أعرف ماذا تقصد يا عبيد. عبيد، هذا ليس جيداً. هيا امسح وجهك الآن. آسف لكن بصراحة الطعم مذهل للغاية. عبيد، ما الذي فعلته؟ ها؟ كيف الحال يا شباب؟ عبيد، تستمتع بتناول الكيك؟ مريم، هل رأيت ربطة عنقي؟ يجب أن أكون في المطار في 10 دقائق. كيف سيذهب والدك إلى المطار من دون هذه؟ لا يا نانو، سيتأخر والدي. سالم، بسرعة فك أنبوب المياه من الحنفية. ماذا؟ أحسنت يا منصور. وأنت أيضاً. تظن أنك تستطيع أن توقفني حقاً؟ ساعدوني، أمسكوا بأنبوب المياه. سالم، عبيد. شباب، مع السلامة. مع لاحقا. ها؟ الشريحة مليئة بالعصير. كيف حدث هذا؟ لا أصدق أنك فعلت هذا يا عبيد. ألم أقل لك لا تلمس شيئا؟ أنا لم ألمس شيئا حقا. وعصيرك. أي. أنا آسف يا منصور. كان مجرد حادث. لكن في النهاية لقد أعد المفاتيح. صحيح، لكن أتمنى أن يعود نانو إلى طبيعته. نانو النسخة المطورة يلبي النداء. بماذا تشعر يا نانو؟ أشعر أنني بخير. شكرا لك يا منصور. شكرا. لن تحطم أي شيء ولن تطير مع فروضنا المدرسية، صحيح؟ أنا لم أفهم. ماذا تقصد يا سالم؟ نانو، أنت تجيد تصليح الأشياء، صحيح؟ نعم، مع هذه النسخة المطورة أظن ذلك. أوه، كيف حدث هذا للطائرة؟
يعني لن تلتزم بالبرنامج الغذائي يا عبيد؟ آه نعم، اسمع، لن تأكل المثلجات. أنا ملتزم بالبرنامج الغذائي، لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع النظر أو أحلم أنني أتناولها. مرحبا يا شباب. مرحبا شما. احذروا ماذا رأيت منذ قليل. رأيت عبيد وهو يقف عند متجر المثلجات، صحيح؟ لا، لقد رأيت فيلم التنين الآلي في السينما بتقنية 3D. ما الذي جرى له؟ لأنه متحمس جداً كي يشاهد فيلم التنين الآلي. متحمس جداً جداً جداً، لكن لا نستطيع مشاهدته الآن لأن هناك أحداً لديه موعد عند طبيب الأسنان. ونحن متفقون على أن نشاهد الفيلم معاً. مزعج. مسكين سالم، عليه أن ينتظر بعد 3 ساعات ليتمكن من مشاهدة الفيلم. ثلاث ساعات؟ أريد مشاهدته الآن. سأذهب للتسوق الآن. سيعجبك الفيلم كثيراً يا سالم، وصدقني صدقني هو يستحق عناء انتظارك. مع السلامة شما، نراك لاحقاً. لا أصدق أنها شاهدت الفيلم قبل أن نراه نحن. لا بأس، ستشاهده قريباً يا سالم. لا بأس، ستراه قريباً يا سالم. حسناً، أنا سأذهب الآن، سوف أراكم لاحقاً. متى سوف نشاهد الفيلم؟ بعد ساعة. منصور، ما رأيك أن نشاهد الفيلم الآن من دون معرفة أي أحد؟ وعبيد؟ لا لا لا، لا ينفع. نحن اتفقنا أن نشاهد الفيلم معاً. هيا يا منصور، فلنشاهد الفيلم الآن. قلت لك لا يعني لا يا سالم، الاتفاق اتفاق. لكن يا منصور، أنا أريد مشاهدة الفيلم الآن أرجوك. انظر يا منصور، الجميع شاهد الفيلم، لا يعقل ألا أشاهده أنا. سالم انظر. عبيد سوف ترى. شاهد الفيلم من دوننا. وأنت مخطئ يا سالم، أردت مشاهدة الفيلم من دونه. هاي، أنا كنت أريد مشاهدته لكن هو شاهده، هناك فرق. حسناً، فلنتكلم معه ونفهم ماذا حدث. مرحباً عبيد. مرحباً شما. كيف كان موعد الطبيب؟ أنا احتجت إلى حشوة، يعني أنني لن آكل لمدة ساعة كاملة. هذا مؤسف، لكن انظر إلى الجانب الإيجابي، الآن سوف تشاهد الفيلم. مرحباً يا صديقي العزيز، ما أخبارك؟ ماذا تفعل؟ كيف أحوالك؟ بخير. كيف كان موعدك؟ هل استمتعت؟ لا. متحمس لمشاهدة الفيلم؟ مرة ثانية؟ مرة ثانية؟ جيد، أين هو البالون؟ وهل هضمت المثلجات؟ منصور، ما القصة؟ نحن رأينا كل شيء. ماذا رأيتم؟ رأيناك خارجاً من السينما وتحمل معك بالوناً عليه شعار التنين الآلي، وكنت تأكل مثلجات بهذا الحجم. لا، لم أذهب إلى مكان ولم أكل شيئاً، أتيت تواً من موعد الطبيب. انظر، عندي حشوة. لا تنكر يا عبيد. لكن ما مشكلتهم؟ لما يقولون هذه الأمور عني؟ لا تخف يا عبيد، أنا أصدقك. والدليل؟ انظر، هذا أنا. أقصد أنا، هو قصدي يشبهني. يبدو أن منصور وسالم رأوه خارجاً من الفيلم، وربما ظنوه أنت. أجل، صحيح يا شباب. لحظة، عندي فكرة.
مرحبا، أعتذر على الإزعاج، لكن أريد أن أعرفك على صديقي. مرحبا، كيف حالك؟ أنا اسمي عبيد. مرحبا عبيد، أنا اسمي عمر. عمر، نريد أن نفعل مقلبا بأصدقائنا ونحتاج إلى مساعدتك قليلا، ما رأيك؟ أنتم يا شباب اتهمتم عبيد بأنه لم يتبع برنامجه الغذائي، ولكي يثبت لكم أن لديه لياقة وأن صحته تتحسن، قرر عبيد أن يتحداكم في سباق. هل تمزحون معنا؟ لا، لا نمزح، أنا سأسابقكم من هناك حتى آخر مركز التسوق. لكن يا عبيد، أنا متأكد أننا نحن سنفوز. سابقوني وسنرى. يا عبيد، اسمع، إذا استطعت الوصول حتى آخر المول قبلنا، سأشتري لك طبق دجاج. حسناً، اتفقنا، لكن مهلاً، من الحجم الكبير. اتفقنا، فلنبدأ السباق. أنتم يا شباب من هذه الجهة، وعبيد سوف تذهب من هذه الجهة، والذي يصل إلى النهاية يكون هو الفائز. سيكون سباقاً سخيفاً. طبعاً سيكون سباقاً سخيفاً. في مواقعكم، استعدوا، انطلقوا. يبدو أننا سبقناه من الآن. بالتأكيد، بالتأكيد انقطع نفسه الآن. هيا، لا بأس، نكاد نصل. ماذا؟ ماذا كان وراءنا؟ هذا مستحيل. أنا فزت. كيف؟ 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 كيف فعلت هذا؟ ها؟ من فاز؟ فاز عبيد. ممتاز يا عبيد. شكراً. يبدو أن هناك أحداً سيشتري لعبيد طبق دجاج. لحظة، فلنفعل السباق مرة ثانية، وإذا فزت فسوف أحضر لك هذه المرة أكبر طبق دجاج. في هذه الحالة، الذي يصعد إلى الطابق الثاني على الدرج ويصل أولاً هو الفائز. لا داعي لهذا السباق يا عبيد. أعرف، لكن علينا فعل ذلك. استعدوا، اثبتوا، انطلقوا. هذا السباق متعب. لا تستسلم يا سالم، استمر، يجب أن نهزم عبيد، يلا. تعبت كثيرا. هيا اركض يا سالم، بقي القليل وسنصل قبل عبيد. كيف حالكم يا شباب؟ لقد تأخرتم. كيف وصل؟ كيف فعل هذا؟ ها؟ أنا أحتاج إلى الأكسجين. بدأت أرى اثنين عبيد. دعني أشرح لك، هذا عمر، وهو الذي رأيتموه خارجاً من الفيلم ويأكل المثلجات. كان يجب أن تثقوا بعبيد وأن لا تشكوا بصدقه، والآن أنتم يجب أن تعتذروا منه. وأكبر طبق دجاج وساندويش أيضاً. بصراحة نعتذر لأننا شككنا بصداقتك. أنا آسف كثيراً يا عبيد. لا بأس، لا بأس، دعونا نشاهد الفيلم أولاً. مع السلامة يا شباب، استمتعوا بالفيلم. ألن تنزل على الدرج؟ بصراحة هذا مضحك جداً يا عمر. عبيد واحد يكفي، لكن اثنين هذا صعب.
الأسرة هي نواة المجتمع، ولكي تتمكنوا من فهم وتقدير كل ما يفعله والديكم لكم، قررنا أن نعطيكم هذا الواجب. سنوزع عليكم هذه الصيصان، خذوها معكم إلى المنزل واهتموا بها لمدة يوم كامل. عجيب! المطلوب منكم كتابة تقرير عن تجربتكم. يا لحظكم الجميل، أنتم ستشهدون لحظة خروج الصوص من البيضة، ستكون تجربة ارتباط فريدة. عجيب! هذا الواجب لن يكون صعباً أبداً. التربية ليست أمرا سهلا أبدا. لا أعرف، مع أنني لا أرى الأمر صعبا. الصوص يلحق بي أينما أذهب. انظر انظر. الموضوع بسيط. صحيح أن هذا الواجب سيكون مثيراً، لكن أنا أعمل على شيء أكثر إثارة في المنزل. تعالوا معي. هذا الموجه الشعاعي سيكون له تأثير كبير في القضاء على الجوع في العالم. عندما سأسلط الأشعة على حبة الأرز هذه، ستتضخم 1000 مرة، أكبر من حجمها الطبيعي. المشكلة الوحيدة لدي الآن هي مع التصويب، لكنني أصلحتها. سيكون كل شيء جيداً. والآن انظروا. أظن أنك قلت 1000 مرة من الحجم الطبيعي. يبدو أنك تحتاج إلى أن تعمل عليه بعد. بسرعة، فلنخرجه من هنا طالما أنه ما زال باستطاعتنا ذلك. ساعدوني! ما كنت أظن أن هذا الواجب سيكون سهلاً، لكن هذا غير معقول. اصعدوا يا شباب. ما المصيبة التي فعلتموها هذه المرة؟ كيف عرفتم أننا هنا؟ أتمزح؟ الجميع يعلم. أنتم على جميع قنوات الأخبار. حسناً، يمكننا معالجة الموقف. يجب أن أعكس تأثير الأشعة كي أعيد الصوص إلى حجمه الطبيعي. جيد جداً، لكن هذا إن استطعت أن تصوب جيداً طبعاً. مهلا لحظة. كم من الوقت تحتاج لكي تعكس تأثير موجة الأشعة؟ ليس كثيرا. ما رأيك أنت
تأثير التكبير. والآن أصلح آلية التصويب. منصور هيا. انتهيت. إذن بسرعة أطلق عليه. ما زال علي تجربته. كما تعرف مثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بجدية أكبر. بعد التفكير سأفعل ذلك الآن. ما هذا؟ أظن أنه كان من المفترض أن تجربه. لا 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 أستطيع أن أخاطر أكثر في المدينة حتى أصلح تصويب الجهاز. لقد اكتسبت القليل من الوقت. ماذا يمكنك أن تفعل بنظام التصويب؟ ليس لدينا وقت كاف. لقد لحق بنا. منصور يجب أن تصلح التصويب وإلا سيلاحقنا الصوص إلى الأبد. أجل، وكم سيتطلب الأمر وقتا بعد؟ اقترب وقت عشاء كركور. ها؟ عبيد، لماذا أحضرت الصوص المسكين معك إلى هنا؟ بالتأكيد هو خائف. ليس باليد حيلة، كركور لا يتركني أبداً، يظن أنني أمه لأنني أول من رآه عندما فقصت البيضة. وهو يلحق بك أينما ذهبت؟ أجل. يلحق بك أينما ذهبت؟ أجل، ما بكم تكررون السؤال نفسه؟ أي مثل صوص آخر يلحق بنا طوال النهار؟ أه؟ مثل صوصي أنا يلحق بنا طوال النهار. تماماً. بما أننا عرفنا ماذا يريد فلنأخذه إلى مكان فارغ وهكذا نتمكن من إعادته إلى حجمه. ما هي الخطة الآن؟ فلنذهب إلى الحديقة. منصور، أنت متأكد أنك تريد فعل هذا؟ بصراحة لا، أنا متأكد أنني لا أريد فعل ذلك، لكن يجب أن أصلح الخطأ الذي اقترفته. تعال إلى هنا أيها الكتكوت. أطلق يا منصور، أطلق. أطلق. انظروا، هذا كل ما كان يريده، القليل من الاهتمام. أنا متحمس لأرى تقريرك غداً. تقريري؟ لا أظنه سيفاجئ الأستاذ علي. We'll be right back.
افتحوا أعينكم جيدا. وجدته وجدته هناك هناك. ليس مجددا، عاد الخلل؟ أجل للأسف، لكن التجربة كانت رائعة فعلا. أوه، كأنها حقيقية. أعرف، لكنني ظننت أنني أصلحت الأعطال كلها. سوف يتم الإعلان عن نظام اللعبة خلال أسابيع قليلة. أوه، أي خلل بسيط قد يعطل عملي لأشهر. لا أستطيع أن أفهم كيف حصل هذا الخلل، وأدواتي ليست بحوزتي الآن كي أكشف على هذا النظام. ربما أستطيع مساعدتك نانو. يمكنك أن تقوم بكشف كامل على النظام لو سمحت. النظام ليس مجهزاً لستة لاعبين. ستة؟ أنتم أربعة فقط. ستة لاعبين كانوا في اللعبة، اثنان ما زالوا يلعبون فيها. أحد ما اخترق ابتكار الثوري الجديد في عالم منصات الألعاب. بسرعة، أين هم الآن؟ في المستوى الثامن، مستوى الأدغال. مستوى الأدغال؟ لكنه سري للغاية. سري للغاية؟ إذن من الذي؟ أوه، بالتأكيد سمير ومنير لهم علاقة بالموضوع. سمير ومنير هم لصوص مخترقون معروفون. إذا وصلوا لشفرة الباب الخلفي فسيتمكنون من سرقة كل شيء، وأنا قمت بوضع الشفرة في مستوى الأدغال. هذا يعني أنهم قريبون كثيراً منا. إذن يجب أن تدخل الآن وتوقفهم. أنا مطور ماهر، لكن لست لاعباً ماهراً مثلكم. أيمكنكم مساعدتي؟ نظام اللعبة هذا ممتاز. صحيح، وسيرتفع عدد زوار المنتدى الخاص بي بشكل كبير حالما ننشر اللعبة على الموقع. بصراحة، أفضل شيء فعله محمود أنه وضع باباً خلفياً سرياً للشيفرة. لا أظن أنه توقع أن يكتشف أحد ما هذا المكان. ليس علينا سوى أن نصل إلى الباب الأحمر هناك، والمعلومات ستصبح ملكنا بكل سهولة. هذا إذا لم نصل نحن قبلكم. كشفوا أمرنا. ممتاز. كنت قلقا من أن تكون اللعبة سهلة جدا. هيا نلعب. فاشلون. لا نستطيع اللحاق بهم. سريعون للغاية، لن نستطيع الإمساك بهم في الوقت المناسب. كنت أتوقع حدوث هذا الأمر، لهذا السبب قمت بتحميل ألعاب أخرى، والآن أنا أدمجها مع هذه اللعبة. هذا سيبطئ حركتهم. انظر، الباب هناك. هيا هيا. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ تفعيل آلية المراوغة. هذا معقول؟ هيا تعالوا. يجب أن أدخل وأساعدهم. هذا الجهاز فريد من نوعه، إمكانياتك في اللعبة لا يحدها إلا خيالك. استخدم خيالك يا منصور. أكيد، ما من أحد أفضل مني في التخيل. شباب، استخدموا مخيلتكم. هيا
أهلا، أين عبيد؟ إبداع، تعجبني مخيلتك يا عبيد. إلى الأمام. يبدو أن هذه المطاردة لن تنتهي. أفضل طريقة لكي نوقفهم هي أن نخرجهم من النظام. تقصد أننا سنطفئ خوادم الأمن بشكل يدوي؟ تماماً، أنت تعال معي، وأنتم افعلوا المستحيل لكي تصلوا قبلهم إلى الباب الأحمر. وعندما تصلون ليس عليكم سوى أن تضغطوا على الجرس الموجود عند الباب، وسيمسح الباب الخلفي وسيطردهم النظام مباشرة. ماذا؟ لكن بالتوفيق. بسرعة. هاي، نعتذر لكن نحن على عجلة من أمرنا. تعالوا إلى هنا. لا، هناك. توقفوا. من فريد إلى القيادة، أنا أطارد أولادا يحاولون سرقة العربات، أحتاج إلى الدعم. بسرعة بسرعة. لا. هذا أفضل. ممتاز، ديناصورات مجدداً. وهل يجب أن تلحق بنا ديناصورات؟ يكفي، أنا ملل. صحيح، ولا نركض. بسرعة. هناك حافة أمامنا. أجل، لكن انظر، فلنقفز إلى هناك. لا، ليس عليك سوى أن تتخيل أنك تفعلها، ستنجح، لا تقلق، اتبعني فقط. سالم. توقفوا مكانكم. توقفوا. انظر، الغرفة هناك. لا يوجد حل آخر. هاي، نجحت. ها؟ هذا الولد الصغير هزمنا؟ كيف سنظهر في حلبات الألعاب مجددا؟ هذا ما كنا نحاول أن نخبركم به. انتهت اللعبة. اتضح أنه ليس هناك خلل في نظام اللعبة التي صممتها. لا أستطيع انتظار إصدارها. شكراً لكم جميعاً في المساعدة على اختبار اللعبة. سوف تكونون أول من يحصل على الجهاز فوراً عندما تصدر اللعبة. أما الآن أعملوا على لعبة جديدة ستحبونها، وهي حديقة الديناصورات. أوه لا.